الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة مدخول بها، مات زوجها، كم تعتد؟ تعتد بأربعة أشهر وعشرة، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أشهر عربية هلالية قمرية، ليست الأشهر الإفرنجية، إلا إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بعد الحمل. أما عن خروجها من البيت من عدمه أثناء مدة العدة، طبعا في العدة لا يجوز لها أن تخطب، ومن ثم لا يجوز أن تتزوج، لكن خروجها من البيت، ورد حديث في سنده ضعف: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أنه ضعيف الإسناد. بعد، ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها ابن عباس، وينقل عن علي وجابر أنهم يرخصون للمرأة المتوفى عنها زوجها في الخروج أثناء عدتها. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حجات ومعتمرات. أما ابن عمر رضي الله عنه، والإسناد عنه ثابت، وينقل عن أبيه بإسناد فيه مقال عن عثمان وابن مسعود: إبقاؤها في منزل الزوجية ولا تخرج. إلا أن مدرسة ابن عباس قالوا: إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرا، ولم يقل في بيت الزوجية. فهذا فصل الخطاب. قال العلماء: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، فعليه يجوز لها أن تخرج على ما اختاره من أقوال العلماء، وهذا رأي عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.